الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على وقف نزيف الدم بقطاع غزة ومواصلة جهود تسوية الأزمات بالمنطقة. مصر تؤكد أن احترامها للمعاهدات الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. بلينكن يؤكد أن الأشهر الأخيرة شهدت جهوداً مكثفة لمصر وقطر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور القيم الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي. وخلال استقباله لمجلس أمنائه ومدير مكتبة الإسكندرية، أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، منهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيدة لويز موشي كيوابا سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية، والسيد ميغيل موراتينوس وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين، والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، والسيدة سامية نكرومة والدكتور مفيد شهاب والمهندس هاني عازر والسيد محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء، مؤكدا أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، كذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب، ومشيرا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي. كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشأ. ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي لتحقق أهدافها كنافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها الثرية وتاريخها الممتد. كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أشاد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. ومن جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة، مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيده على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على سرعة ضخ السيولة النقدية للمصدرين تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما تم خلال الاجتماع تأكيد حرص الحكومة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات في موازنة العام المالي المقبل.
التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأعضاء مجلس التصديرية للصناعة الغذائية وغرف الصناعة الغذائية. أكد مدبولي الاستعداد لتقديم أي دعم ممكن لقطاع الصناعات الغذائية لتعظيم الصادرات. ووجه مدبولي أيضا بتواصل الوزراء المعنيين بالمجلس التصديري للصناعة الغذائية لتذليل أي عقبات. كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع بحضور مسؤولي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف الإسراع بفحص الصادرات من المنتجات الغذائية بما يسهم في زيادة الصادرات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة والجهود المبذولة من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية خلال الفترة الماضية. وخلال الاجتماع أكد مدبولي الاهتمام بمتابعة عمل الهيئة بصورة دورية بهدف حل أي مشكلة وتدليل العقبات بما يسهم في نجاح أداء دورها في توفير الاحتياجات المختلفة للقطاع الطبي بأسعار مميزة. أكد رئيس الوزراء أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة فضلا عن أن القدرة التصديرية بهذا القطاع جيدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع ممثلي قطاع الدواء في مصر لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه. وأضاف مدبولي أن قطاع الدواء يواجه تحديات مؤكدا أن الحكومة ستعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية. جاء ذلك خلال لقائه السفير أسامة نقلي سفير السعودية لدى مصر بمناسبة انتهاء عمله بالقاهرة. من جانبه أعرب السفير أسامة نقلي عن اعتزازه بفترة عمله في مصر وتقديره للحفاوة التي رافقته خلال السنوات الماضية في القاهرة والتعاون الذي حظي به من جانب الدولة. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي التقى وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير بامبا. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد جان بيير بامبا جومبو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات. كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية الكونغولية والتي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بدعم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية لكلا الجانبين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية، مشيدا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كافة المجالات العسكرية. من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية. حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي الفريق يانوش آدمزاك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع حلف شمال الأطلنطي وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنسيق الجهود بين كافة القوى لإنهاء
الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. من جهته أشاد مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدوليين لحلف الشمال الأطلنطي بعلاقات التعاون بين كلا الجانبين، مشيرا إلى الدور المصري تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط. أدانت مصر بأشد العبارات محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر وقوفها إلى جانب السلطة الشرعية في الكونغو الديمقراطية وتضامنها مع حكومتها وشعبها لتحقيق الاستقرار والأمن. كما دعت مصر كافة الأطراف إلى احترام القواعد الديمقراطية والدستورية والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أن احترام مصر لالتزاماتها والمعاهدات الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وأضاف المصدر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليا. كما أفاد المصدر بأن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته. هذا ونفى المصدر رفيع المستوى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية. وشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح. أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أنه تم بذل جهود مكثفة في الأشهر الأخيرة بمشاركة مصر وقطر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وخلال جلسة للكونغرس الأمريكي أعرب بلينكن عن استعداد الإدارة الأمريكية للعمل مع الكونغرس للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، ذلك بدعوى ارتكابهما جرائم حرب في غزة. لكنه اعترف بأن إسرائيل تصرفت بشكل غير متوافق مع القانون الدولي في بعض الحالات وأن واشنطن تحقق في ذلك. أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال تلقي اتصال هاتفي من نظيرته الهولندية هانكا ستوت للتشاور حول مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد شكري على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. كما استعرض الموقف الحالي بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مشددا على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. من جانبها أعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية.
أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 35,647 شهيدا والإصابات إلى 79,852 منذ 7 شهر أكتوبر من العام الماضي. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، مما أسفر عن وصول 85 شهيدا و200 مصاب إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن شمال القطاع ما زال يعاني مؤشرات المجاعة جراء استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كأداة حرب. وفي بيان له أوضح المكتب أن الاحتلال كسر حدة المجاعة مؤقتا وسعى لتجميل صورته عبر تسهيلات وهمية، مشيرا إلى أن وقوع المجاعة بالشمال أمر محقق ومؤشرات سوء التغذية على السكان أحد دلائلها. هذا وطلب المكتب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف حرب التجويع. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة. وخلال مؤتمر صحفي أضاف أدهانوم أن الاستشارات اليومية انخفضت بنحو 40% والتطعيم بنسبة 50%، كما أصبح نحو 700 مريض مصابين بأمراض خطيرة عالقين في منطقة حرب ولا يمكن إجلاءهم للحصول على رعاية طبية في مكان آخر. We urge Israel to lift the blockade and to let aid through. أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جنين والتي أسفرت عن سقوط 7 شهداء و10 مصابين. وأكد أبو الغيط أن التحركات العالمية بما فيها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية لم تؤدي حتى الآن إلى ردع الإجرام الإسرائيلي، محذرا من مغبة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية على نحو يهدد بانفجار كامل. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسيرت آلياتها في شوارع جنين وحيفا ونابلس وطريق برقين، أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في شارع نابلس ومحيط مخيم جنين ووادي برقين، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مستشفى جنين الحكومية. تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة مستخدمة في ذلك أساليب مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتحقيق أهداف عسكرية في منطقة مكتظة بالمدنيين. وفي سبيلها لنفي الاتهامات عنها تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي التنصل من مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال واتهام أطراف أخرى بالتسبب في الكارثة الإنسانية بقطاع غزة، فيما تقف مصر أمام المحاولات الإسرائيلية لترويج مثل تلك الأكاذيب. شاهرا سلاح التجويع، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مصرا على غلق المعابر خاصة رفح وكرم أبو سالم في إطار سياسة ممنهجة لكسر إرادة الفلسطينيين، مع تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة يستحيل العيش فيها، وهو ما يجعل التهجير قرارا قسريا أو طوعيا لأكثر من 2 مليون شخص. تلاعبا بالحقائق كعادته، يلقي الاحتلال بمسؤولية عدم نفاذ المساعدات على مصر والأمم المتحدة، لكن مصر بالمرصاد واقفة تفند هذه الأكاذيب. وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن رفح الفلسطينية، حمل مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق الاحتلال مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. بلا هوادة أو كلل، ستعمل مصر لإيجاد الوسائل لضمان النفاذ الآمن والعاجل للمساعدة الإنسانية اتساقاً مع واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، هو الأمر الآخر الذي أكد مندوب مصر الدائم عليه. لا يجب علينا استساغة المبررات الواهية
للعملية العسكرية في رفح، أو الادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبت مراراً عدم مصداقيتها، فقد وصل الأمر لحد المجاعة في غزة كما تخبرنا تقارير الأمم المتحدة. منددا تحدث رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة في الجلسة عينها، مطالبا مجلس الأمن باستخدام أدواته لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ستؤرق ضمير العالم لفترة طويلة بعد نهاية هذه الإبادة، وهذه الإبادة يجب أن تتوقف والآن. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا، وشعبنا لا يزال يقتل كل يوم، ولذلك أود أن أقول ما يلي اليوم. مليوني شخص فقدوا أحباءهم خلال الأشهر السبعة الماضية، فقدوا أفراد عائلاتهم، فقدوا أصدقائهم، فقدوا أعضاءهم، فقدوا منازلهم، وفقدوا مجتمعاتهم، مدارس وجامعات ومستشفيات دمرت. واهمة تظن نخبة المجتمع الدولي، أو كما يطلقون عليها، أن التاريخ سيمحو أو يتغاضى عن جرائم الاحتلال الموثقة بالصوت والصورة، أو سينسى الازدواجية في التعامل فيما يحدث في غزة، بل إن المجتمع الغربي تمادى ليوفر غطاء سياسيا وعسكريا لإسرائيل، وهو ما اعتبره نظام نتنياهو ضوءا أخضر ليعيث فسادا في الأرض. وحتى تتبدل الأحوال، تبقى يوميات الفلسطيني إما باحثا عن مكان آمن وهو حلم بعيد المنال، أو لقمة يسد بها رمق من تبقى من عائلته، أو أشلاء خيمة لا يكاد ينصبها حتى يلملمها مرة أخرى كما يلملم جراحة. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية السلوكيات الإسرائيلية الخطيرة التي تدفع بالمنطقة برمتها نحو الهاوية. أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء ووزير دفاعه وقادة من حركة حماس لا يزال بحاجة إلى موافقة قضاة المحكمة. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في حال صدور مذكرات الاعتقال هذه، فإنها ستعرض المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس لخطر الاعتقال وإرسالهم إلى لاهاي للمحاكمة، إذ سافروا إلى إحدى دول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة تشمل معظم الدول الأوروبية. وصف الكرملين استعداد الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بالأمر الغريب، بعدما سعى مدعيها العام إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت. وفي تصريحات له، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موقف الولايات المتحدة واستعدادها لاستخدام أسلوب العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية هو أمر يتجاوز حد الغرابة. انسحب العشرات من الخريجين من حفل بجامعة بيل الأمريكية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة والعلاقات المالية بين الجامعة وشركات تصنيع الأسلحة، فضلا عن طريقة تعاملها مع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين. وأثار الانسحاب عاصفة من هتافات التشجيع من طلاب آخرين داخل حرم الجامعة، لكن الاحتجاج كان سليما ولم يوقف المراسم، كما لم تتم الإشارة له على المسرح.
اعتبرت الأمم المتحدة قرار إسرائيل وقف تغطية وكالة أسوشيتد بريس المباشرة لغزة قرارا صادما. بدوره أعرب البيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء مصادرة قوات الاحتلال معدات خاصة بالوكالة الأمريكية. وكانت الوكالة قد أعلنت مصادرة معداتها من قبل قوات الاحتلال ونددت بإيقاف خدماتها للبث المباشر للحرب في غزة. Rather an abusive use by the Israeli government of the country's new foreign broadcaster law. The live shot has generally shown smoke rising over Gaza. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. انتخاب محمد علي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين ووصول جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه إلى طهران. وصل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجثامين مرافقيه إلى العاصمة طهران في سياق مراسم التشييع بعد مصرعهم في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في شمال غربي إيران. وقبل وصول الجثامين طهران توافدت حشود من الإيرانيين على الساحة الرئيسية بمدينة تبريز في جنازة شعبية. ومن المقرر أن يؤدي المرشد الإيراني الصلاة على الجثامين في طهران عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة غدا الأربعاء. أعلنت السلطات الإيرانية انتخاب محمد علي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في البلاد. وانتخب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا ولمدة عامين بحسب النظام الداخلي للمجلس. وجرت انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا في بداية مارس الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامية. وتعد مهمة مجلس خبراء القيادة الإسلامية هو انتخاب المرشد الأعلى وولايته تمتد لثماني سنوات ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب. استهدفت قوات الحوثي طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 فوق محافظة البيضاء جنوب البلاد. وأعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وقالت إنها ستنشر مقاطع مصورة للعملية. يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لاندر كينج في جولة شرق أوسطية تشمل السعودية والإمارات وسلطنة عمان هذا الأسبوع، وذلك لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عمليات السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هجمات قوات الحوثي المستمرة تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة وي سبورت التي تستهدف كافة الجامعات المصرية المختلفة حرصا على بناء شخصية الطلاب والوعي القومي لديهم. وفي جامعة الزقازيق قامت مبادرة وي سبورت بدعم الطلاب من خلال منحهم بعض الهدايا الرمزية ودعمهم ببعض الكلمات الملهمة قبل دخولهم لجان الامتحانات. احنا النهارده في المحطه الثالثه لمبادره وي سبورت، يمكن بدانا في جامعه طنطا يوم 16 مايو وانطلقنا من جامعه طنطا لجامعه عين شمس ثم جامعه الزقازيق. المبادره عباره عن ان احنا موجودين النهارده مع الطلبه في اللجان الامتحانيه قبل اللجان وبعد اللجان، بنقدم لهم الدعم النفسي وبنقدم لهم بعض الهدايا البسيطه من مؤسسه حياه كريمه، وفي نفس الوقت كمان بنعلن عن البرامج بتاعتنا الخاصه بصيف 2024 واللي بنستهدف فيها الاستثمار في الشباب واستثمار وقت الشباب كمان خلال الاجازه الصيفيه. مؤسسه حياه كريمه مستهدفه معظم الجامعات المصريه، ده بناء على البروتوكول الموجود ما بين مؤسسه حياه كريمه والمجلس الاعلى للجامعات. احنا متواجدين في كل الجامعات زي ما حضرتك قلتي كده، بالتنسيق طبعا مع رئاسه كل جامعه بالجداول الامتحانيه اللي احنا بنطلع عليها، وفي نفس الوقت بنختار اليوم اللي بنقدر نشارك فيه مع الطلبه اللي عندها امتحانات. يعني احنا عندنا عدد متطوعين كبار هنا في محافظة الشرقية، واحنا نازلين كلنا جميعا بكافة تشكيلنا هنا النهارده في جامعة الزقازيق ندعم طلابنا. احنا عندنا امتحانات الفرقة الرابعة النهارده وضمن مرحلة البكالوريوس، فاحنا طبعا يشرفنا ان يكون مبادرة حياة كريمة وكل المبادرات الخاصة بالرئيس طبعا في جميع المحافظات، دي حاجة ممتازة للطلبة وحاجة مشجعة وحافزة ليهم ان هم يتقدموا لمبادرة حياة كريمة ويكونوا افراد متعاونة فعلا في كل المبادرات الخاصة بالدولة ومعالي الرئيس. وبنعرف الطلبه اللي عندنا ان احنا عندنا مقر المؤسسه هنا في الشرقيه، لو حد حابب يتطوع عشان نطور فعاليات التطوع جوه المحافظه ونحس الطلبه على التطوع داخل مؤسسه حياه كريمه. احنا معاك، احنا بندعمك، احنا واقفين وراك. دي طبعا تشجيع للطلبه وتحمسهم وتحفزهم وتعرفهم بالمؤسسات الوطنيه اللي بتشتغل في زي مؤسسه حياه كريمه. بنقدم لهم دعم نفسي لتخفيف ضغوط الامتحانات والضغوط اللي عليهم بشأن الامتحانات، بنقدم لهم هدايا، بنقدم لهم دعم نفسي، وده كله تحت إشراف مؤسسة حياة كريمة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للسق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية، يتم الوصول إليها بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام.
والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. يقدم أخبار الاقتصاد رجاء رمزي، تفضل رجاء. شكرا إيمان، شكرا مرنا. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية من أخبار التاسعة. أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية أطلقوا مشروع باب الرزق، يهدف هذا المشروع إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال تقديم تدريبات إدارية وأيضا تدريبات فنية، مما يؤدي إلى توفير دخل ثابت لهم وتحسين جودة حياتهم. في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، باب جديد للرزق تفتحه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية، والهدف من هذا المشروع تحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية. الدولة المصرية وهي بتضع الرؤية بتاعتها من أول رؤية مصر 2030 اللي هي رؤية طويلة المدى إلى الخطط التنمية المستدامة والخطط السنوية كلها بتتم بشكل تشاركي، الدولة منسق لهذه الخطط، ولكن الخطط والمبادرات بتتم بالشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، ده وده اللي بنسميه المثلث الذهبي للتنمية. هذا المشروع من المشاريع التي تهدف الحقيقة بشكل مباشر أو غير مباشر اقتصاديا وحرفيا لإنتاج منتجات متميزة من اللحف أو اللحاف والمفروشات الفايبر التي تتمتع بالقدرة إن شاء الله على المنافسة في السوق المحلية المصرية، وفي نفس الوقت تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لكل المستفيدين. هذا التعمير الذي تعاوننا فيه تحقيقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاوننا على البر والتقوى وامتثلنا أمر ربنا في عمارة الأرض ونجحنا وخففنا الأعباء عن الناس. التدريب اللي كان بيتقدم للمستفيدات كان شقين: تدريب إداري وتدريب فني. التدريب الإداري كان عن إدارة المشروع، زي بيكون عندها مشروع، إزاي تتفاوض، إزاي تسعر، إزاي تسوق، إزاي تحل المشكلات اللي بتقابلها. والشق الثاني كان تدريب فني، يعني حرفي عن الخياطة، من الباترون ومن المقاسات ومن إنتاج مختلف من الملابس والمفروشات. مشروع باب رزق استهدف 15 مستفيدة بمحافظة بني سويف عن طريق تقديم تدريب إداري وفني، وبهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخل ثابت لهم، إلى جانب دعم السيدات بمشاريع إنتاجية بالتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. سمعت عن المشروع فرحت قدمت، والحمد لله تم اختياري ضمن فريق العمل في المشروع. وطبعا كانوا عاملين تدريبات، حضرنا التدريبات، استفدت حاجات كتير في المكان، يعني اتعلمت التفصيل، اتعلمت اخيط ازاي، اشتغل ازاي. اكاديميه جت علمتنا التفصيل ايه هو، جت علمتنا التدريبات بصفه عامه، ازاي القص، التفصيل بكل حاجه، ازاي نعرف نقص عن طريق اللي هو الجيرو، والحاجات دي كلها، كل ده اتعلمناه واستوفينا منه جامد جدا. كمان جهود مبذوله بالتعاون مع مختلف المؤسسات التنمويه تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه، وفي اطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه، وذلك لتخفيف العبء وتوفير حياه كريمه للمواطنين. جرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. تعاقدت الحكومه على 20,000 راس ماشيه من عدة مناشئ، وذلك تمهيدا لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر، وذلك على مستوى الجمهورية في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الحكومة أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5,000 رأس في محجر تشكى و 5,000 أخرى في سفاجة، إضافة إلى 10,000 رأس جرى وصولها خلال الأيام المقبلة.
الطاقة الاستيعابية للمحجر عندنا 15,000 راس، الطوانس لازم يكون موجود 5,000 راس. هتزيد الطاقة الاستيعابية دي إن شاء الله مع معدل التوريد على المواسم على عيد الأضحى، بحيث إن إحنا يوميا بيتورد من 600 إلى 800 راس في المواسم. بعد ما يخش الحيوان من المحجر يقعد في المحجر 21 يوم ويخلص المحجر يخش على حظاير المجزر، فالفترة دي اللي هي 21 يوم زائد الفترة اللي بيجلس فيها الحاد ما يخش فترة الذبح، دي فترة كافية انه يغير مناعه بسبب الاكل. احنا بنحط الاكل عندنا اذا كان برسيم او ذرة او اي من انواع العلف اللي ممكن ياخد الحيوان عشان يكبر او يتنوا على مستوى، فالفترة دي كافية ان لحمه يتغير ويبقى طعمه جميل جدا زي طعم البلد عندنا. بمجرد وصولها على الاراضي المصرية في المواني المخصصة زي ميناء الثلج بابو سمبل، ثم بتوصل عندنا العجول هنا بيتم ايضا الكشف اليها ثاني للاطمئنان من خلو هذه المواشي من جميع الامراض المحتملة، ثم يعاد عليها ثاني الكشف عليها ثاني سواء في المجزر او في المنافس. أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود الاستباقية في تحديث وتطوير البنية التحتية خاصة ميناء الحمراء البترولي لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين قدراته البحرية. خلال الجولة التفقدية لموقف المشروعات الجديدة بمناطق التوسعات بميناء الحمراء البترولي، أشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إلى دعم القيادة السياسية والحكومة للدراسات الاستباقية التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للبنية التحتية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة. بنشتغل دلوقتي على قدم وساق بحيث إن احنا بنوسع التسهيلات البحرية علشان خاطر نستوعب كميات أكبر من الزيت الخام، وكذلك أيضا بننوع هذا الميناء المتخصص كان فقط بيتعامل ويتداول مع زيت الخام ليصبح أنه أصلا أيضا يتعامل مع المنتجات البترولية من سولار وبنزين سواء في الاستيراد أو التصدير. في نفس الوقت بيتواكب ذلك مع المنطقة الجنوبية، وده يعني نقصد جنوب الطريق، وفي منطقة بنشتغل عليها علشان نعمل تسهيلات لعمليات شحن وتداول المنتج. فالحمد لله احنا ماشيين على رؤية مصر 2030، استراتيجية قطاع البترول لجعل مصر مركز اقليمي تداول الطاقة، وفي نفس الوقت احنا على ارض الواقع بالفعل بدعم كامل من القيادة السياسية نستطيع ان احنا نجري وننفذ هذه المشروعات بإذن الله حتى يكون لي انعكاسات ايجابية على اقتصادنا القومي. ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث أشار المركز إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة بعنوان الطاقة النظيفة تعزز النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في العام 2023. في الوقت نفسه يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارا مدفوعا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي وأيضا الطلب الصناعي. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما نسبة 1.21% ليسجل 82 دولار و50 سنتا للبرميل، فيما انخفض خام خارب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.2% مسجلا 78 دولار و60 سنتا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.8% مسجلة دولارين 2.75 سنتا للتر، فيما هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.3% مسجلة دولارين 2.11 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
خفض معدل التضخم السنوي في بلغاريا إلى متوسط منطقة اليورو بنسبة بلغت 2.4% وذلك في أبريل الماضي، مما يعزز فرص البلاد في اعتماد اليورو بدءا من العام 2025. أوضحت وزارة المالية البلغارية أن البلاد قد تستوفي معيار استقرار الأسعار قبل نهاية العام الحالي، مما يتيح لها الانضمام إلى منطقة اليورو، مشيرة إلى أن البلاد ستقدم تقارير إضافية عندما تستوفي هذا المعيار، مؤكدة على الإرادة السياسية القوية لدى سلطات صوفيا للانضمام إلى منطقة اليورو. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى مرنا وإيمان، فعليكم. شكرا لك رجائي. أعلنت أستراليا ونيوزيلندا عن إرسالهما 3 طائرات لإجلاء المئات من السياح العالقين في كاليدونيا الجديدة بسبب الاضطرابات. واندلعت الاضطرابات بعد إقرار إصلاح دستوري مثير للجدل يهدف إلى توسيع قاعدة الناخبين، مما أثار احتجاجات واشتباكات في الإقليم الفرنسي. وقد أرسلت فرنسا قوات أمنية لاستعادة النظام والهدوء، فيما تم فتح بعض المتاجر التي أغلقت بسبب الاضطرابات. هلا مشاهدينا نتابع أخبار الكرة والملاعب. نعم، نعود فيها مرة أخرى إلى الزميل رجائي رمزي. شكركم. موعدنا مشاهدينا هذه الطائفة من الأخبار الرياضية في أخبار التاسعة. أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 عن مجموعات المنتخبات المشاركة في الحدث البارالمبي للكرة الطائرة جلوس الذي يقام في الفترة من 28 من أغسطس إلى 8 من سبتمبر في العام الجاري. يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات فرنسا، بوسنة والهرسك وأيضا كازاخستان. كان منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مؤخرا، وتأهل من خلالها للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس. محليا، فاز بلدية المحلة على الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة يحتل بلدية المحلة المركز 15 في جدول الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز 18 والأخير برصيد 12 نقطة. تعادل فريق الجونة مع طلاء الجيش سلبيا في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم. بتلك النتيجة أصبح رصيد الجونة 30 نقطة في المركز 11، بينما يأتي طلاء الجيش في المركز 10 برصيد 30 نقطة. ولحساب منافسات نفس الجولة، فاز فريق سيراميكا كيلوباترا على نظيره البنك الأهلي بهدف دون الرد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا كيلوباترا المركز 5 برصيد 34 نقطة، فيما ظل فريق البنك الأهلي في المركز 14 برصيد 22 نقطة. وإلى نادي الأهلي الذي استأنف فريقه الأول بكرة القدم تدريباته على ملعب تيتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم المزمع عقدها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي. هذا ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، وذلك لمدة يومين عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين.
مشاهدينا نهاية هذه الطائفة من أخبارنا الرياضية، عودة مجددا لمرنا وإيمان، فإليكم. شكرا لك ربا. أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عاما قرب نابولي جنوبية إيطاليا. وأضافت السلطات أن الهزات لم تتسبب بأضرار كبيرة لكنها أرعبت السكان. من جانبه قال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة على عمق 2.5 كيلومتر. اعتبرت روسيا أن التصويت الأمريكي ضد مشروع قرار روسي لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء يؤكد الخطط الحقيقية لواشنطن لعسكرة القضاء. ويدعو مشروع القرار الروسي جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي. اعتبرت روسيا أن التصويت الأمريكي ضد مشروع قرار روسي لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء يؤكد الخطط الحقيقية لواشنطن لعسكرة الفضاء، وفقا لتصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. مشروع القرار الروسي يدعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي. وصوت 7 دول لصالح القرار بينها الصين، و7 دول أخرى ضده بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع امتناع سويسرا عن التصويت. وجاء النص في أعقاب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة واليابان أواخر أبريل وحصل على 13 صوتا، لكن روسيا استخدمت ضده حق النقض مع امتناع الصين عن التصويت. ويحتاج اعتماد مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدولي إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم معارضة أي من الأعضاء الخمسة التي تتمتع بحق النقض. دعا النص الأمريكي جميع الدول وخاصة تلك التي تتمتع بقدرات فضائية كبيرة إلى المساهمة بنشاط في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح فيه، وأكد التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض. وتتهم موسكو كلا من واشنطن وطوكيو بعدم الاهتمام بحظر جميع الأسلحة في الفضاء، وأنهما تحاولان عوضا عن ذلك التركيز فقط على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. والآن مشاهدينا وقفة مع درجات الحرارة وأحوال الطقس، وقفة جديدة وأخيرة مع رجاء رمزي. شكرا لكم إيمان ومرنا. مشاهدينا، توقعات خبراء الأرصاد الجوية نتابعها وإياكم في هذه النافذة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية في الصباح الباكر، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، وذلك على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 39، الصغرى فيها 18، جوحار، الإسكندرية 36، 23 أيضا جوحار، مطروح 35، 24 كذلك جوحار، بورسعيد 33، 23 الإسماعيلية 40، 27 جو شديد الحرارة. محافظة السويس العظمى فيها 39، 26 العريش 31، 20 طابة 35، 25 شرم الشيخ 40، 27 الغردقة 41، 27 جو شديد الحرارة. الأقصر العظمى فيها 44، الصغرى فيها 28، أسوان 45، 29 الوادي الجديد 44، 28 شلاتين 40، 27 حلايب 37، 28. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.
لقطتنا الأبرز مشاهدينا لهذا اليوم ورصد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة نتابع. مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على وقف نزيف الدم بقطاع غزة ومواصلة جهود تسوية الأزمات بالمنطقة. مصر تؤكد أن احترامها للمعاهدات الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. بلينكن يؤكد أن الأشهر الأخيرة شهدت جهوداً مكثفة لمصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. مشاهدينا انتهت أخبار التاسعة، لكن لا يزال هواء التاسعة مستمرا مع الإعلام. يوسف الحسين، زكي أميرنا، زكي إيمان، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ إحنا تمام. يمكن عايز أستأذنكم إن إحنا طبعا لازم نبدأ الأول بإن إحنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يرحم أكيد كل الضحايا في حادثة أبو غالب. أمين. يعني كل الفتيات اللي راحوا في هذه الحادثة، وربنا يعني يلهم أهليهم وأسرهم كل الصبر يعني. بنعزي أنفسنا زي ما بيتقال، يعني دول بنات مصريات راحوا في حادثة زي دي، ويمكن هنتكلم عليها كمان بعد شوية في البرنامج. الله يرحمهم، الله يرحمهم جميعا. أكيد حلقة يعني متخمة بالأحداث، في أحداث داخلية ومحلية وعالمية يعني الحقيقة شديدة السخونة. والله يا إيمان، هقول لك يعني زمان يمكن من أكتر من 15 سنة كنا علشان نلاقي حاجة نتكلم فيها نقعد نرفع إيدينا ربنا ونبي رب أي حاجة. الحقيقة إنه من 2011 لحد النهاردة ما بقى يعني الواحد نظره ضعف من كتر ما بيقعد يقرأ في أخبار وتفاصيل وقصص بتبقى بتزحم أي حلقة أو أي نشرة. صحيح. الحكاية بقت زيادة. صحيح. زيادة، الواحد تعب يعني بالذات في حالتي. شكرا جدا ليكم، شكرا يا إيمان، وشكرا يا ميرنا، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.